24/12/2013 الرستن، وأحياء مدينة الرستن المهجورة والمدمرة من كتيبة الهندسة. مرحبا يا عمو، أهلين. شلونك؟ الحمد لله. أنت هون داركون؟ احكي لي يا عمو، ليش الخراب هون بالبيوت والدمار هيك بالشارع؟ احكي لي شو صاير عندكم؟ الشارع الأسد عم بضرب قذايف. من وين؟ من كتيبة الهندسة، من كتيبة المشرفة، من كل المكانات. أيوه، طيب احكي لي شو مصير القصف على الرستن يا عمو؟ كل نهار بضرب قذيفتين ثلاثة. يعني في وقت محدد ولا؟ ما في. طيب بتخاف وقت بصير قصف؟ عم نخاف. شو بتسوي انت؟ نتخبى، سابس الضرب نفوت على بيوتنا. طيب وشو وضع المدارس بالرستن؟ عم تروح على المدرسة؟ عم تتعلموا؟ والله ما في مدارس. ما في؟ مثل الخلق. ليش شو مدارسكم؟ ها؟ مضربة بالشارع الأسود. كمان؟ طيب وفي قصف عليكم بالطيران؟ نعم، اليوم ضربوا بالميك. ترى الميك ضربت على طلعت الميك اليوم. ضربوا عليكم بالطيران كمان؟ نعم. حسبي الله ونعم.